السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. سنتعرف اليوم إن شاء الله على درس فضاء العينة، وما يهمنا في درس هذا اليوم هو ما هي الطرق التي يمكن من خلالها إيجاد فضاء العينة. عندما نقرأ هذا التمهيد لدرسنا لهذا اليوم، يقدم أحد المطاعم وجبة تتكون من الدجاج والسمك بالإضافة إلى القهوة والشاي وعصير الليمون والماء، فما عدد الطرق الممكنة لوجبة من هذا المطعم؟ الوجبة الأساسية لدينا هي الدجاج أو السمك، نريد أن نضيف إليها إما قهوة أو الشاي أو عصير الليمون أو الماء. لدينا طرق عديدة لإيجاد فضاء العينة، ومن هذه الطرق التي سوف نستخدمها مع هذه الوجبة الأساسية مع أحدى هذه المشروبات السمك الدجاج مع الشاي كما تلاحظ، وسنأخذ بعد ذلك ماذا؟ الدجاج مع القهوة، ثم الدجاج مع عصير الليمون، ثم الدجاج مع الماء. كم عدد الطرق التي تراها أمامك؟ نجد أنها 4 طرق، ولنأخذ الوجبة الأساسية الأخرى مع المشروبات المتاحة إليه. فعندما نرى السمك مع القهوة ثم السمك مع الشاي ثم السمك مع عصير الليمون ثم ماذا؟ ثم يكون في ختام هذا الاختيار السمك مع الماء. كم نتج الآن لدينا عدد من الطرق؟ نجد أنها 4 طرق متاحة. عند النظر إلى هذه الطرق التي استخدمنا فيها الدجاج مع مختلف المشروبات وكذلك السمك مع مختلف المشروبات، نجد أن عددها 8 طرق. ولإيجاد فضاء العينة أيضا نستخدم ما يسمى بالقائمة المنظمة. نضع جدول بهذه الطريقة حتى نعلم كم وجبة ستكون لدينا، فيظهر لدينا كما تلاحظ على الشكل في يسار الشاشة الدجاج مع القهوة، ثم الدجاج مع الشاي، ثم الدجاج مع الليمون، ثم الدجاج مع الماء. ننتقل إلى السمك، ويكون لدينا السمك مع قهوة، وسمك مع شاي، وسمك مع عصير الليمون، ثم سمك مع الماء. ولنحسب كم عدد الوجبات التي أتيحت إلينا من هذا التنظيم في القائمة المنظمة. نجد أنه يوجد 8 وجبات متنوعة من هذا المطعم. هناك طريقة أخرى أيضا، وهي تسمى بالرسم الشجري، وهذه الطريقة بأن نأخذ الوجبة الرئيسية الدجاج، ثم نضع على يمين الدجاج المشروبات المتاحة القهوة، الشاي، الليمون والماء، وبالتالي نأخذ عن طريق الأسهم ما يمثل اتحاد الدجاج مع القهوة وكذلك مع الشاي ومع عصير الليمون ومع الماء، فينتج لدينا الدجاج مع القهوة
والدجاج مع الشاي، والدجاج مع عصير الليمون، والدجاج مع الماء. نفعل نفس الطريقة التي ترونها أيضا مع السمك، فيكون لدينا السمك وقائمة المشروبات، وبالتالي نأخذ السمك مع القهوة، ثم السمك مع الشاي، ثم السمك مع عصير الليمون، ثم السمك مع الماء. بالتالي أريد منك عزيزي الطالب أن تجري عملية بالعد. كم عدد الوجبات المتاحة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذن فعلا يوجد وجبتين، وكل وجبة تتنوع من 4 مشروبات. إذن 2 ضرب 4 يساوي 8. فضاء العينة نستنتج أنه مجموعة كل النواتج الممكنة لتجربة ما. فكما تشاهد لديك هذا الكيس الذي يحوي عددا من الكرات، حمراء وزرقاء وبرتقالية وبنفسجية وخضراء وصفراء، عددها 6 كور. ولدينا هذه البطاقات التي تحوي على الرقم 1، 2، 3، 4. عندما نريد أن نمثل فضاء العينة لهذه البطاقات مع الكور، قد نستخدم القائمة المنظمة والرسم الشجري. فعند استخدام القائمة المنظمة نأخذ المثال التالي. نقرأ المثال سويا عزيزي الطالب. يقول: تم اختيار الطلاب 3 المبينة أسماءهم لتمثيل الصف 6 في رحلة مدرسية، ويرغب هؤلاء الطلاب في أن يجلسوا متجاورين، كل طالب بجوار زميله في وسط هذه الحافلة. فبكم طريقة مختلفة يمكنهم الجلوس؟ الطلاب هم فيصل وعلي وماجد. كم عدد الطلاب؟ صحيح، عدد الطلاب 3 طلاب، وأسماءهم هم فيصل وعلي وماجد. نريد أن نوجد بالطريقة المنظمة كيف يمكن أن يكون لدينا فضاء العينة، أي ما هو عدد النواتج الممكنة لأن يكون الطلاب في جلوس متجاورين في الحافلة. اختصارا سوف نرمز لفيصل بالرمز فاء، وعلي بالرمز عين، وماجد بالرمز ميم، ونستخدمها كأحرف. في المرة الأولى سوف يكون فيصل في مقعد وبجواره علي ثم ماجد. في الطريقة الأخرى قد يكون فيصل ثم ماجد ثم علي. ثم طريقة أخرى يمكن بها الجلوس متجاورين: علي ثم ماجد ثم فيصل. هل ما زال هناك طرق أخرى؟ بالتأكيد ما زال. فسيكون هناك طريقة بأن يكون علي وبجواره فيصل ثم ماجد، وطريقة أخرى: ماجد ثم فيصل ثم علي. كم وصلنا إلى الآن من عدد الطرق المختلفة؟ 1، 2، 3، 4، 5. هل ما زال هناك طرق أخرى؟ نعم، ماجد ثم علي ثم فيصل. إذن نستنتج أن هناك 6 طرق يمكن أن يجلس بها الطلاب متجاورين، وهي الطرق التي أمامكم: فيصل علي ماجد، فيصل ماجد علي، علي ماجد فيصل،
علي فيصل ماجد، ماجد فيصل علي، ثم في الختام ماجد علي فيصل. عند النظر إلى جميع هذه الطرق تستنتج عزيزي الطالب أنه لا يوجد أي طريقة مكررة، جميع الطرق مختلفة عن بعضها البعض. لدينا التدريب الثاني، ماذا نقول في هذا التدريب؟ إذا طلب منك ترتيب المضلعات، انظر إلى المضلعات: مثلث، مربع، ومضلع خماسي. هذه المضلعات في صف واحد، استخدم القائمة المنظمة لإيجاد عدد طرق ترتيب المضلعات الثلاثة. إن هذا المثال يتوافق كثيراً مع التدريب الذي سبقه، وبالتالي سوف نقول بالقائمة المنظمة: مثلث، ثم مربع أو معين قد يكون، ثم مضلع خماسي، مثلث، مضلع خماسي، ومربع، مضلع خماسي، ومثلث، ومربع، مضلع خماسي، ومربع، ومثلث. هل ما زال هناك طرق؟ نعم، ما زال هناك طرق أخرى، وهي مربع، ثم مثلث، ثم مضلع خماسي، ثم مربع، ثم مضلع خماسي، ثم مثلث. هل توجد هناك طريقة متشابهة مع طريقة أخرى؟ انظر جيدا، هل ترى هناك طرق متشابهة؟ بالتأكيد لا، فجميع الطرق التي أمامك مختلفة، وبالتالي عدد طرق ترتيب المضلعات هي 6 طرق. نستخدم فضاء العينة كما تعرفنا في التمهيد في مثال الدجاج والسمك والمشروبات التي كانت مقترنة به. سوف نعيد استخدام الرسم الشجري لإيجاد فضاء العينة. استعمل الرسم الشجري لإيجاد عدد الحقائب المختلفة التي يمكن صنعها إذا كان الحقائب من النايلون أو الجلد باللون الأحمر أو الأزرق أو الأسود. لدينا متغيرات موجودة في هذا المثال، هل تستطيع التعرف عليها؟ حقائب من النايلون أو الجلد، إذن لدينا نوعين من الحقائب، إما أن تكون الحقيبة من النايلون أو أن تكون الحقيبة من الجلد، وكلها حقيبة من هذين النوعين لها 3 ألوان كما موضح أمامك، هو اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأسود. إذن النايلون بالرمز نون، اللون الأحمر والأزرق والأسود كما ذكرنا، وأيضا الجلد اللون الأحمر واللون الأزرق واللون الأسود. تلاحظ عزيزي الطالب أننا استعملنا الترميز، الترميز يقلل من مساحة الكتابة ويعطيك شيئا من سهولة والمرونة في إنجاز حل التمرين. الأحمر رمزناه بالحرف راء، والأزرق بالحرف قاف، والأسود بالحرف دال، وكما ترى النايلون نون، والجلد بالحرف جيم. فضاء العينة ماذا يعني نون راء؟ نعم بالتأكيد، نايلون أحمر، نون قاف نايلون أزرق، نايلون أسود. الحقيبة هي حقيبة من النايلون ذات اللون الأحمر، ولدينا هنا حقيبة جلد من اللون الأحمر، وهكذا في اللون الأزرق وفي اللون الأسود. كم عدد الطرق التي استطعنا أن نوجد بها فضاء العينة؟ انظر أمامك على الشاشة. نعم
أحسنتم، 6 حقائب هي مجمل فضائل عينة، وذلك باستخدام الرسم الشجري. تدريب آخر، ألقيت قطعة نقود مرتين، مثل فضائل عينة بالرسم الشجري لإيجاد عدد النواتج الممكنة. قطعة النقود المعدنية لها وجهان، إما الشعار وإما الكتابة، فالرسم الشجري بالرمية الأولى وبالرمية الثانية وفضاء العينة. بالرمية الأولى ظهر أمامي الشعار، وفي الرمية الثانية ظهر الكتابة. متى سيكون، يعني أنا الآن لدينا هذه قطعة النقود، المرة الأولى أرميها يظهر الشعار، المرة الثانية أرميها قد يظهر أيضا الشعار، والمرة أخرى قد أرمي فضاء العين كمحاولة جديدة فيظهر لدي الشعار ثم تظهر الكتابة، وقد يظهر لي في محاولة أخرى في البداية الكتابة في الرمية الأولى، ولكن في الرمية الثانية إما أن يظهر لي الشعار وإما أن يظهر لي الكتابة. إذن الشعار ظهر مرتين في إحدى المحاولات، وفي محاولة أولى ظهر الشعار ثم الكتابة، في محاولة الثالثة ظهرت الكتابة ثم الشعار، وفي المحاولة الرابعة ظهرت الكتابة، ثم بالرمية الثانية ظهرت أيضا الكتابة. بالتالي عدد النواتج هي 4 نواتج أو 4 طرق ممكنة لظهور فضاء العينة. مبدأ العد هو من أهم المفردات التي نتناولها في درسنا لهذا اليوم. وماذا يقول؟ يقول هذا المثال: تقدم إحدى حملات الحج خدمات متنوعة كما في الجدول المجاور. استعمل مبدأ العد الأساسي لإيجاد العدد الكلي للنواتج الممكنة لاختيار وسيلة السفر ومكان المخيم. انظر إلى الجدول: طائرة، حافلة، سيارة، هذه وسائل المواصلات للسفر، ومكان المخيم منطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة جيم ومنطقة دال. عدد نواتج اختيار وسيلة السفر 3، فلنذكرها سويا: الطائرة، الحافلة، السيارة. ومكان المخيم نجد أن النواتج الموجودة هي منطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة جيم ومنطقة دال، إذن هي 4 مناطق. مبدأ العد الأساسي هو أن حاصل ضرب القائمة الأولى في القائمة الثانية، وبالتالي يكون لدينا الناتج 12، وهذا ما يسمى بمبدأ العد الأساسي، هو أن أجري عملية الضرب بين العدد الموجود في القائمة الأولى ثم عدد القائمة الثانية، ويكون الناتج هو العدد الكلي لهذه النواتج. سنتأكد من سلامة هذا الحل عن طريق استعمال الرسم الشجري. تعرض بقالة 5 أصناف من الزيت و4 أصناف من الحليب الجاف كما تشاهد. هنا 4 أصناف من الزيت وهنا 4 أصناف من الحليب الجاف. استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد الطرق الممكنة لاختيار صنف واحد من كل من الزيت والحليب الجاف.
طيب بهذه الطريقة بارك الله فيك، 5 ضرب 4 يساوي 20، وهو مبدأ العد الأساسي. إذن عدد النواتج هو 20 طريقة. التدريب الذي أمامك كما تشاهد لدينا هذا القرص الذي يحوي على مؤشر ويحوي عدد من القطاعات الدائرية، وهنا لدينا المكعب والذي يحوي على 6 أوجه. عن طريق مبدأ العد هنا كم عدد الأوجه؟ نعم إنها 6 أوجه، وهنا لدينا 8 قطاعات. عن طريق معرفتك بمبدأ العد الأساسي نعلم جيدا أن هناك عدد في القائمة الأساسية نضربه في القائمة الأخرى وينتج لدينا عدد النواتج، وبالتالي 6 ضرب 8 يساوي 48، وهي عدد النواتج الممكنة. المثال الذي أمامك عزيزي الطالب، ما عدد الطرق المختلفة الممكنة لاختيار طبق من الدجاج وطبق مقبلات؟ إذا كان بإمكانك اختيار الدجاج مطبوخاً أو مشوياً، يعني ممكن يكون الدجاج إما مطبوخ أو يكون الدجاج مشوي، واختيار المقبلات إما حمص أو سلطة، يعني دجاج مطبوخ أو مشوي ونأخذ معه إحدى المقبلات إما الحمص وإما السلطة، سوف نعمل قائمة منظمة. أفضل ما يكون بهذه الطريقة هي القائمة المنظمة. لدينا الدجاج المطبوخ وهذه المقبلات، إذن إما الدجاج المطبوخ مع الحمص، أما الدجاج المطبوخ مع السلطة، وإما الدجاج المشوي مع الحمص، وختاماً الدجاج المشوي مع السلطة. يكون عدد النواتج هي 4 طرق أو 4 وجبات ممكن أن تكون موجودة من خلال القائمة المتاحة. لدينا أيضاً ما زلنا لدينا هذه الخيارات 4 5 أنواع من الطبق الرئيسي و4 أنواع من الحساء. نستطيع أن نحسب فضاء العينة بطريقة يسيرة وسهلة بمبدأ العد الأساسي، وهو عدد أصناف القائمة الأولى ضرب عدد أنواع القائمة الأخرى. إذن 5 ضرب 4 يساوي 20. أي فقرة تمثل 20 عزيز الطالب أمامك؟ نعم إنها الفقرة دال. أعزائي الطلاب، في ختام درسنا لهذا اليوم أشكر لكم استماعكم وحسن إنصاتكم، ولا يفوتني في هذه اللحظة أن نتعرف على ما تعلمنا عليه هذا اليوم في درس فضاء العينة. فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة لتجربة ما، إما بحساب القائمة المنظمة كما أخذنا في التمهيد، أو عن طريق الرسم الشجري كما أخذنا في الدجاج والسمك، وأيضاً عن طريق مبدأ العد الأساسي والذي أجرينا فيه السؤال السابق. شكراً جزيلاً لاستماعكم، نلتقي على الخير دوماً وأبداً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.